لرجل أدرك يوم عاشوراء لم ينوي الصيام من الليل. أولا فصل العلماء وفرقوا بين صيام الفريضة وصيام السنة أو التطوع في مسألة تبييت النية. بالنسبة للصيام السنة كصيام عاشوراء لا يشترط فيه تبييت النية، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، وأبوها معوذ الذي قتل الحكم ابن هشام أبا جهل يوم بدر، وقتل كذلك شهيدا رضي الله عنه. فهذه بنته وهي الربيع قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة. الغداء هذا في أول النهار، يعني بعد الفجر. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه. يعني هذه هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، يقول لهم من كان أصبح صائما يوم عاشوراء فليتم صومه، ومن كان مفطرا يعني من أفطر فليتم بقية يومه، يعني يصوم بقية يومه. تقول: فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم أعطيناه إياها حتى يكون الإفطار. فهذا دليل على أنه لا يشترط تبييت النية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم من أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليتم بقية يومه، أفطر فليتم بقية يومه. وكذلك عند مسلم رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ يعني شيء يأكل؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس، والحيس هو طعام من التمر والسمن واللبن. فقال صلى الله عليه وسلم: هاتيه، وفي رواية: أريني، فلقد أصبحت صائما. فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. فهذا فيه دليل على أن الإنسان يصوم صيام تطوع من غير تبييت النية، وله أن يقطع صيامه إن أراد. فبالنسبة للصيام عاشوراء